لا ما انا اي يعني انا اه اي حاجه بوجهها او اي حاجه بقولها انا يعني بتكلم متحمل بورقه مسؤوليتها. وبتكلم بقلم وبتكلم بناس عايشه بورقة وقلم. طبعا، لان الحاجات دي كلها راحت راحت يعني، الحاجات دي يعني، انتوا اساسا انا جبتوا راحت. اوراق، طبعا لا طبعا، ما هو معنى جبت الاوراق وجبت الناس اللي كانت موجوده وجبت الناس اللي اتبلغت تعمل ايه. جبتوا طبعا ما هو لازم يعني خلاص، ما انت كل واحد. انت بتتكلم جدل فلسفي. طبعا يا كابتن، يعني ما الكلام ده يعني للاسف الشديد ان في مشكله كبيره جدا الناس دي لحد دلوقتي مش فاهماها. الثوره اللي حصلت يعني اسبابها كلها وهدفها كلها هو الفساد ما عدا الرياضه، لان دلوقتي الناس في ميدان التحرير او كل مطالب الشعب الرياضه بالنسبه لهم اخر شيء بيفكروا نعم. فيه. تيجي دلوقتي انا دلوقتي ما باجي اطلع عند المركز عند المجلس القومي للرياضه وبقول يلا احنا عاوزين نحارب الفساد، او يلا احنا عندنا مشكله في الرياضه او فساد في الرياضه وفي اوراق وفي مستندات. ايه الاوراق والمسندات اللي انت سامحها؟ حاجات كتيره جدا، في مخالفات لا ماليه قول كتيره لي في جدا في الموضوع اللي معاهد كنت مجلس بتكلمني الاداره، فيه، في موضوع الجزائر. موضوع الجزائر. جبت مين بقى وعملت ايه؟ وديت الكلام ده لسياده النائب العام فعلا؟ ده اتحصل فيه بلاغ وراح للنائب العام. فاللي حصل ان احنا جبنا يعني بعض الشخصيات اللي كانت موجوده اللي اتفق معاها الكابتن سمير زاهر، اللي اتفق معاها وجابها وقعدوا وظبطوا ان منتخب الجزائر اول ما يوصل من المطار يجي بعض الناس تحدف عليه طوب، وهو اصلا كان كل الموضوع 300 متر من المطار لحد الاوتيل، يتحدف عليه طوب انتوا جبتوا ولاد من اللي كانوا حاضرين اللي كانوا موجودين وقالوا الكلام وقالوا ده؟ الكلام ده. قالوا في لا الاتحاد. ما قالش هناك، بس قالوا وكتبنا كل الكلام اللي هم قالوه. فجينا يترمي طوب على الازاز، وبعد ما يترمي طوب يجي الاتوبيس يوصل، فيحصل لعب للمنتخب الجزائري ويبتدي يقلق قبل المباراه ونعمل له شويه حركات كده. فللاسف الشديد ان بعض الناس في اتحاد الكوره جوه اتصلوا بالاستاذ محمد وراء وقالوا له ان هيحصل 1 2 3 اتحاد4. الكوره من جوه ايوه، تتكلم جد. والراجل كان عنده خلفيه، ومع ذلك لو جبت الشريط ورجعت تاني هتلاقي ان كان في تصوير من داخل جوه اتوبيس منتخب يعني الجزائر ناس من اللي داخل، كانوا عاملين حسابهم ان كان في طوب هيتحدف عليهم، يعني ناس من داخل الاتحاد اللي بلغوا الروابط اللي كمان. بلغ وقالوا ان في الناس هتعرض لكم وانتوا واصلين من المطار لحد الاوتيل. ومع ذلك ده اللي حصل، واتصور واللعيبه اتعورت، في 3 لعيبه اتعوروا وراحوا الاوتيل، وشفنا الموضوع اللي كل اللي حصل ده. ومع ذلك جابوا السواق وقالوا ان نقول ان اللعيبه من جوه هي اللي حذفت الطوب وكسرت، ويسال فيها دلوقتي وموجود اللواء عدلي فايق يجي يسال على التحقيق اللي حصل فيه ايه، ان يعني التحقيق اثبت ان فعلا الطوب من بره ولا الطوب من جوه. بس اللي هو عدل فايد وراني ملف كامل، اللي الطوب من جوه وراني ملف، وراني بتاع قد كده قد كده، يعني انه من جوه وانه الاعتداء وانه هي كانت طبطين اللي اتضربوا من بره، وانه قصه ان الاعتداء ده مدبر ده قصه غير صحيحه على الاطلاق وملفقه تماما، وفي تحقيقات موجوده في النيابه للاتحاد تثبت هذا الكلام. الكلام اللي بيقوله محمد عبد المنصف ده على مسؤوليته، لان انا دفعت ده ثمن غالي جدا. ده على مسؤوليتي انا. والثلاثه اللي اتعوروا كان على يعني جم من جوه برضه ولا من بره؟ في عوروا بعض، 3 اتعوروا عوروا. منتخب الجزائر وكانوا موجودين للناس وكان الدم نازل وكانوا كانت فضلوا استكمال مخليين. للتمثيليه. يعني ده برضه يعني هل هم خبطوا نفسهم من جوه ولا من بره؟ والله انا بقول لك اللي اتقال بالظبط ده كان يعني انا عاوز اوصل لك نقطه، الاهم في الموضوع ده مش ده الاهم، يعني الاهم في القصه دي ايه اللي حصل بعد الموقف ده؟ خسرت شركه اوراسكوم هناك في الجزائر وكسرت واتبهدلت الناس المصريين اللي عايشين هناك. خسرت شركه المقاولين العرب وكسرت واتبهدلوا كل المصريين هناك وتعرضوا للاعتداء. خسر مكاتب مصر للطيران اللي كسرت هناك وجت صور كل الناس، حصل احتكام ما بيننا وبين الشعب الجزائري. خسر مصر شهرين ثلاثه، هم كانوا بيوردوا لنا البوتاجازات، يعني هم اللي بيعملوا لمصر بيصدروا لنا البوتاجاز، ما استقبلناش شهرين ثلاثه، كان في مشكله كبيره جدا، كان في مشكله ما بين شعبين ممكن تتصور اكتر من كده. ومع ذلك جرينا ورا الراجل واحنا بصنا راسه، وانا كنت موجود في الحلقه هنا يوم ما كان سمير هناك في قطر وبس راس محمد وراء وسلم عليه وصالحه. ومع ذلك ادي الشعب الجزائري دلوقتي، يعني اسال كده اي واحد جاي من ليبيا عن طريق الجزائر قول له بيعملوا معاك ازاي، بيجي ويقعد وياخد كل الترحيب وكل الاهتمام وبعد كده بيوصله لك هنا. يعني معنى ذلك ان الشعب الجزائري ده هو اللي بيوصل لنا اولادنا لحد دلوقتي من الجزائر. مين اللي كان عامل المشكله دي، ومين الراجل المسؤول اللي مش عارف ان اتباع الموقف ده ممكن يحصل كده؟ وحصل ان في توجيه للاعلام، كان يعني كان توجيه خاطئ للاعلام ان يتوجهوا في الموضوع ده خاطئ. عندي الملف. طب انا معايا الاستاذ حماده شادي، كان مسؤول العلاقات الخارجيه في الاتحاد المصري لكره القدم، وتقدم باستقالته مؤخرا، وبرضه كان عنوانها قصه الفساد وانه لا يستطيع ان يعمل في مثل هذا الجو. مساء الخير يا استاذ حماده. مساء الخير يا كابتن شوبير، ومساء الخير كابتن محمد عبد المنصف.
اهلا بيك يا كابتن حماده. حبيبي ازيك حماده؟ اهلا بيك. بالتاكيد سمع حواراتنا وسمع ما يقال واعتقد. لا انا مش سامع، انا شفت بعينيا يعني الكلام اللي انا سامعه ده، دي حاجات انا شفتها بعينيا وبس. بحب الفت نظرك كابتن شوبير، انا عارف انك انت قلت الكلام دوت من كام شهر وتهددت عشان ترجع في كلامك. الكلام اللي حضرتك قلته قبل كده 100% مظبوط، بل بالعكس بقى ده في حاجات زيادات انت ما قلتهاش. احنا ضربنا الاوتوبيس يا كابتن شوبير وكانت الطوب بينزل على الاوتوبيس زي المطر زي المطر، ما كانش طب ضرب طوبتين ثلاثه زي المطر، واللعيبه نزلت من الاوتوبيس وهي داخله الفندق كان فوقيها سيل طوب، والثلاث لعيبه اللي اتعوروا فعلا، وكل اللي كان طالبه الاستاذ محمد الوراوه اللي احنا اتجننا عليه لحد دلوقتي انه كان طالب اعتذار. وللاسف الشديد جه الاعتذار من اتحاد الكوره برئاسه الكابتن سمير ان هم اللي عوروا نفسهم وانهم حطوا كاتشب على دماغهم وان الموضوع مش كده. انا بس عايز الفت نظر سعادتك لحاجه بسيطه جدا. اتفضل. محمد الوراوه لو اراد الغاء هذه المباراه ليله الضرب وهو عنده ثلاثه لعيبه مصابين وولتر باك كان موجود ساعتها وشداد كان مراقب المباراه واثبت ان الثلاثه لعيبه دول اساسيين ومتعورين، لو ما راحش التمرين بالليل الماتش اتلغى وماتش مغلوبه 3-0. اللي ما حدش يعرفه يعني ان هو اصر ان تتلعب المباراه واصر ان يروح يتمرن بالثلاثه المصابين. يعني عشان سوء النيه اللي كانت الناس بتقول عليه محمد الوراوي اللي احنا بنقول عليه انه كذا. استاذ حماده الضرب يا كابتن شوبير احنا ضربنا كتير. انت مسؤول مسؤوليه كامله عن اللي انت بتقوله. عن كل اللي انا بقوله وفي قيادات امنيه طلبت رسمي من اتحاد الكوره ما حدش شاف حاجه والاوتوبيس ما اتضربش. لا الاوتوبيس اتضرب يا كابتن شوبير وانا من اول يوم قلت الكلام ده وقلت لو النائب العام جابني في اي وقت هقول الاوتوبيس اتضرب واتضرب من ناس بعينهم عارفينهم والناس ديت كانوا من المفترض ان الكوره عشان يضرب الاوتوبيس وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله والتحقيق هيثبت صحه كلامنا. وبعدين هو مش التحقيق اثبت في الفيفا ان احنا غلطنا في الفيفا يعني بس هو ملاك. انا قلت للكابتن عبد المنصف دلوقتي استاذ حماده ان انا شفت دوسيه قد كده عند اللواء عدلي فايد في مكتبه. لا اللواء عدلي فايد هو بنفسه اللي قال محدش يقول ان الاتوبيس اتكسر وان المباحث الجنائيه اثبتت ان الاتوبيس اتكسر من جوه. الاتوبيس ما اتكسرش من جوه يا كابتن شوبير. ده اللي انا شفته وده اللي انا وكمان معلش ده انا يعني عايز اضيف لك كمان اللي بيشدقوا بعد المكالمه بتاعه السودان لان انا كنت مسؤول الامن في السودان يعني انا كنت في اتحاد الكوره في مع منتخب مصر وكان المسؤول الامن فانا اللي احكي لك عن اللي حصل في السودان ورغم ذلك كل اللي حصل في السودان يا كابتن شوبير نصب واحتيال. مفيش مصري في السودان واتحدى والبرنامج بتاعك على الهواء اتحدى مصري يجي يقول ان واحد جزائري مسكه ضربه صوبه شخصيا لحد ما عوره. اتحدى كل اللي حصل لنا يا كابتن شوبير كسروا ازاز الاوتوبيسات اللي كانت رايحه المطار بعد المباراه بالظبط زي ما احنا عملنا معاهم من الهرم لحد مطار القاهره في الجمهور بتاعهم. ده اللي حصل بالظبط وانا مسؤول عن كلامي وانا اللي كنت موجود وانا اللي شفت بعينيا اللي حصل. اما بقى فيما عدا اللي حصل في السودان والاعتداء على الشعب على المصريين وبعدين مكالمه من نجم الريس الاستاذ علاء مبارك وانا في غنى ان انا اتكلم عن الموضوع دوت مش عايز اتكلم عن حاجه عدت لكن مكالمة الأستاذ علاء مبارك اللي كانت في التلفزيون ويطلع طفل قاعد ورا كاميرا يبكي ويقول أنت أشفيك غالبنا واللي أنت قلته دوت كلام أشفى غليل كل المصريين أني غليل يا كابتن يا طفل ورا الكاميرا وبتتكلم على شعب اسمه شعب الجزائر ويطلع بعدها نجم رامع في الإعلام المصري يقول إن ده بلد المليون بسيط. أنا آسف إن أقول الكلمة ديت. الكلمة دي يا كابتن شوبير أنا أتمنى ان اللي قال الكلمه ديت يراجع نفسه تاني. لو حد النهارده قال على شهداء الثوره بتوع 25 يناير انهم نقطاء انا عايز اعرف بس شعور اي واحد مصري ايه هيسمع الكلمه دي. نعم. احنا شتمنا الجزائر وقلنا ان هم بلد المليون لقيط وده خطا فادح يتحاسب عليه. الجزائر يا كابتن شوبير دمهم سال زينا بالظبط في حرب اكتوبر. الجزائر يا كابتن شوبير اعلنت الثوره من صوت العرب المصري كانت الاذاعه المصريه ساعتها. الجزائر يا كابتن شوبير لينا مصالح معاها مع اوراقكم ومع المهندس نجيب سويرة ومصر للطيران وعندنا مصريين وانت تعلم تماما في باريس كم مصري متجوز جزائريه وكم جزائريه متجوزه مصري وعايشين في الجزائر وبيشوفوا ما بين الجزائر وبين فرنسا. الناس دي موقفها ايه؟ حد بقى شاف بعد المكالمه اللي حصلت من نجم الريس هل ممكن مصالح مصر تتضر؟ وهو قال اكثر من مره بمنتهى الذكاء انا بتكلم على ان انا مواطن مصري ما بتكلمش على ان انا ابن الريس. طبعا الكلام دوت كان كلام ما يشفيش غليل كل المصريين
وبعدها بدات القنوات كلها تشتغل، والنجم الناعم اللي قال مليون بلد المليون مقيت، انا اتمنى ان الموضوع دوت كله على بعض كده يحال للنائب العام. نحن ندين باعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر، شعب الجزائر ضحى كتير قوي معنا عشاننا، وزي ما قال الكابتن منصف من شويه باسال المصريين الراجعين من النبي عملوا معاهم ايه. انا يا كابتن شوبير اثناء الثوره رحت الجزائر، وبعد ما الثوره انتهت بيوم واحد وصلت الجزائر الفجر، المدرب بتاع الجزائر قعد حاضني اكتر من دقيقه وكانت الدموع كانوا بيقول لي مبروك على الثوره بتاعتكم. ولما دخلنا الاستاد ثاني يوم كان ماتش للسودان، كان في خمس ست اعلام مصريين، رحت ناحيتهم ال 15,000 متفرج قالوا تحيا مصر. ادي الناس اللي احنا كنا بنهينهم قبلها بكام شهر. كلام ده شوبير، احنا اهلنا ناس كتير وتحولنا مع نفسنا كتير، وما تزعلش لما حد يشتمك لما انت الكبير وبتعمل كده. ما كانش من المفترض ان اعلاميين مصريين يتكلموا في الموضوع دوت بمنتهى السذاجه عشان ابن الرئيس يتكلم. الكلام ده طبعا غير منطقي على الاطلاق، وما نتهمش الناس باسماء. وبعدين انا عارف من الذكاء هيروح رابط عليك دلوقتي قايل لك ما هم كمان شتمونا، هم شتمونا لكن عمرهم ما قالوا ان احنا لقطاء. ممكن يكونوا جابوا كابتن حسن شحاته على هيئه عروسه، بس دي جورنال موجود هناك. انا اتحدى يكونوا شتمونا في شهدائنا او في كرامتنا، احنا شتمناهم في كرامتهم. ولما نقول بلد المليون نقيض لابد ان نقدم اعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر، دول اللي عادلنا ودول اللي رئيسنا. حماده، قصه مليون لقيت، وانا ساعتها انا رديت رد قوي جدا وكنت واضح، قلت لا مليون شهيد ومليون ونص مليون شهيد، وقلت ما هو دور الجزائر والثوره والتحرير وكل ده معروف. لكن خلينا اقول برضو انه القصه الاولى اللي انت قلتها على الاتوبيس دي قصه على مسؤوليتك انت الشخصيه. انت لا زلت مصمم الاتوبيس اتضرب يا كابتن شوبير، وجاب اوامر بان ما حدش يتكلم في الموضوع ده وما حدش يقول ان الاتوبيس اتضرب، واتوبيس الجمهور اتضرب يا كابتن شوبير. انا بس عايز اقول، لا معلش بس حماده، لا انا بس انا عايز اقول انه ده كلام انت بتتحمل مسؤوليته. زي انا اتحمل طبعا بالتاكيد، انا بقول لك على حاجه انا شفتها عليا. اشكرك. وتجيت الجزائر اتضرب والاستاذ محمد المراوي موجود. اشكرك. والراجل اللي الناس كلها بتشتم فيه كان ممكن ساعتها يلغي المباراه. شكرا حماده شادي، اشكرك شكرا جزيلا.